السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي التلاميذ، نحن اليوم يعني سنبدأ درسا من اهم دروس الرياضيات الخاص ب جدع مشترك علمي والتكنولوجي. هذا الدرس هو مجموعة أعداد صحيحة طبيعية مبادئ في الحسابيات. إذن في هذا الفيديو سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى المجموعة N، ونتعرف على المجموعة N ثم الأعداد الزوجية والفردية. إذن على بركة الله، غير هو قبل ما نبداو الدرس ديالنا انا كنطلب منكم ان في كل يعني وقت ما اعطيتكم شي تمرين يجب انجاز التمرين قبل مواصلة مشاهدة الفيديو. اذا مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية مبادئ في الحسابيات، هذا هو عنوان الدرس. غادي نبداو بهذا النشاط، مجموعة الأعداد التي كانت تعرفها على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. أولا، لقد سبق وأن تعرفنا على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية ربما باختصار عندكم ثم هي الأعداد التي لا تحتوي على الفاصلة وتكون فقط هي أعداد موجبة، مثل 0 1 2 3 4 5 6 إلى آخره. إذن من بين الأعداد التالية، حدد تلك التي تمثل أعداد صحيحة طبيعية. إذن بالنسبة نبدأ من اليسار مثلا، فبالنسبة لهذا العدد نكبر شيئا ما يعني السينو يعني. إذن بالنسبة لهذا العدد 2.15، هذا العدد ليس عددا صحيحا طبيعيا. إذن جذر 25، إذن جذور مربعة بالنسبة لجذر 25 فهو 5. إذن 5 فهو عدد صحيح طبيعي. بالنسبة ل 15 على 3، كتعرفوا بأن 15 على 3 هي كتابة كسرية اللي كتعني 15 مقسومة على 3. 15 على 3 كتعطينا 5، و5 هو عدد كذلك هو عدد صحيح طبيعي. إذن نمر إلى 12 ناقص 23، كتلاحظوا معي بأن 12 أصغر من 23، وكنعرفوا بأن 12 ناقص 23 إذا كان عدد أصغر من عدد آخر إلا درنا الفرق غادي يعطينا عدد سالب. إذا هنا بلا ما نحسبو، إذا بدون حساب هاد الفرق، رغم أنه ممكن حسابو من طبيعة الحال، كناخدو الكبير كنقصو منو الصغير وكنديرو علامة ناقص، ولكن هنا فقط يكفي نقولو أنه فهو عدد سالب، إذا ليس عدد صحيح طبيعي. 5 على 2 فهي 2.5. بالنسبة 4 زائد 16 فهي 20. بالنسبة لجذر 3 فهو عدد غير مضبوط، غيعطينا 1 فاصلة شي حاجة، ثم يعني غادي تحتوي على الفاصلة، ثم 5. بالنسبة ل5 فهو عدد صحيح طبيعي. إذا هنا ممكن نتعرفوا على هذه المجموعة. إذن تعريف ديال مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، ما هي الأعداد الصحيحة؟ الأعداد الصحيحة إلا بنكتبوها أنها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 وغادي. أول ملاحظة بأن هذه الأعداد لا تحتوي على الفاصلة، ثم أنها غير منتهية، باقي عندك الأرقام عطا الله الخير 8 9 10، تسمى أعداد صحيحة طبيعية وتكون مجموعة وتكون مجموعة تسمى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية نرمز لها بN. مجموعة N منين جات هاد السمية N؟ جات من ناتشيغال، ناتشيغال بالفرنسية يعني طبيعية، طبيعي بحال قلتي هي تولدت معنا. هذه أول حاجة كنعرفوها في سميتو، هو نبداو نقولو 0 1 2 3 4 وكنحسبو، وهاد المجموعة N كنكتبو N وكنديرو هاد سميتو بحال هكا. إذا نكتبو كالتالي N يساوي 0.1 2 3، وهكذا، وقلنا بأنها
المجموعة غير منتهية، هذه ملاحظة مهمة خصنا نعقل عليها. إذا فالمجموعة N فهي مجموعة غير منتهية، إذا تحتوي على عدة أو ما لا نهاية من الأعداد، مصطلحات وترميم. العدد صفر يسمى العدد الصحيح الطبيعي المنعدم. كنتو كتعقلوا ملي كنهضروا مثلا كنقولوا العدد غير منعدم، يعني غير منعدم يعني يخالف الصفر، ولكن العدد صفر فهو عدد منعدم. العدد المنعدم هو العدد الذي يساوي صفر. مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة نرمز لها بالرمز N، وفوق منها واحد النجمانة، ها هي N كنسميها بالفرنسية N إطوال. إذا هاد N إطوال هي جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. كتلاحظوا ستنينا هنا صفر، راه كنا كتبنا N هنا موجودة فيها صفر، ولكن بالنسبة لN إطوال لا تحتوي على صفر. هنا غادي نتعرفوا على بعض الرموز اللي مهمة جدا خصنا نولفوها، هي تنتمي أو لا تنتمي. كيف نستعمل هذه الرموز؟ مثلا عندي العدد ثلاثة، هل هو عدد صحيح طبيعي؟ مثلا إذا كان عدد صحيح طبيعي أكتب ينتمي إلى المجموعة N، كنقراو N بالفرنسية أبارتيان، ثلاثة ينتمي إلى N. إلا خدينا مثلا العدد ناقص ثلاثة المقابل ديالو، هل هو عدد صحيح طبيعي؟ لا. إذا نكتب ناقص ثلاثة لا ينتمي إلى المجموعة N. إذا إذا كان العدد ينتمي تنكتبو هذا الرمز، إذا كان لا ينتمي فبحال كما في الأعداد كنكتبو تساوي وتخالف. إذا هذه كنرمزو ليها، هذه كتقصدو بها تنتمي وهذه لا تنتمي. إذا باش نفهمو مزيان هاد المسألة غادي نحاولو نفكرو في هذا التمرين. وبطبيعة الحال كما قلت لكم فالتمرين لابد انكم تفكروا قبل ما من تواصلوا مشاهدة الفيديو. اذا غتفكروا واحد شوية. اذا الان بعد ما فكرتوا جيدا بطبيعة الحال فغادي نواصلوا. عندنا 24 على 2 هل ينتمي او لا ينتمي؟ غنكتب واش تنتمي، يعني واش 24 على 2 هو عدد صحيح ام لا. 24 على 2 كلنا نعلم بانه هو 12، 24 على 12 و 12 فهي عدد صحيح فهو تنتمي. 3 هنا ان اطول ما دايرش ان ماذا يعني؟ يعني 3 عدد صحيح غير منعدم، يعني يخالف الصفر. طبيعة 3 فهو يخالف الصفر، إذا 3 فهو ينتمي إلى N إطوال. إذا ينتمي إلى N إطوال يعني أنه عدد صحيح ولكن غير منعدم. ناخذ 5، هل هو عدد صحيح؟ لا، لأنه عدد ثالث بطبيعة الحال، المشكل هو ديال الإشارة، ولكن بالنسبة لخمسة فهو ينتمي. بالنسبة لصفر، إذا صفر إلى رجعنا للتعريف ديال N إطوال، لاحظوا معايا N إطوال فهي ان اطوال فهي لا تحتوي على صفر. ان اطوال قلنا او لا ان نجمه تنقولوا ان اطوال بالفرنسيه، اذا صفر لا ينتمي الى ان اطوال، يعني ان صفر يعني هنا لا ينتمي. اذا علاش؟ لان ان اطوال اش فيها الاعداد الصحيحه هنا كيحتوي فقط على الاعداد غير صحيحه غير المنعدمه، ولكن صفر هو منعدم، ولكن صفر لا ينتمي الى ان اطوال، ولكن ينتمي الى بالعكس فهو صفر ينتمي الى ان، لان ان كتبدا من صفر، صفر واحد جوج ثلاثة الى اخره. نمر الى جذر اثنان. بالنسبة لجذر اثنان الى مشينا للكالكولاتريس كتلقاو واحد فاصلة تقريبا 41 ولا شي حاجة. على ان جذر اثنان فهو ليس عدد صحيح، صافي هو غير منعدمي ولكن فهو لا، دونك غادي نكتبو لا ينتمي الى ان اطوال. بالنسبة لجذر 27 على جذر 3، هاد التمارين راه كنا اشتغلنا عليها في السنة الماضية. بالنسبة كاين جوج ديال الطرق، يا اما اولا هنا ماشي جوج ديال الطرق، ولكن لان جذر 3 غير مضبوط ما يمكنش نحسبوه، ولكن جذر 27 كذلك، دونك من الافضل غادي نقولو جذر 27 على جذر 3 هو ماذا؟ هو جذر القواعد ديال الجذور، هي 27 على 3 يساوي جذر 9، وجذر 9 هو 3.
وثلاثة الآن ماذا يمكن أن نقول عن ثلاثة؟ فهو ثلاثة ينتمي إلى إن، إذا يمكن أن نقول بأن هذا العدد ينتمي إلى المجموعة إن. الآن بعد ما تعرفنا على المجموعة إن، سنتعرف على الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. إذا قبل ما نشوف هذا التعريف، فالأعداد الزوجية هي التي عرفت ربما تعرفت على هذا المفهوم، غادي نحاول نذكركم ونزيدوا شي أمور اللي هي غادي نحاولوا يعني غادي نستغلوها يعني من بعد إن شاء الله. وهو الأعداد الزوجية هي الأعداد التي تقبل القسمة على اثنان، والأعداد الفردية هي التي لا تقبل القسمة على اثنان. طبعا بمعنى هنا وهذا المفهوم، إذا لابد نعقلوا على هذه المسألة، المفهوم ديال الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. لا يمكن أن نتحدث عن الأعداد الزوجية أو الأعداد الفردية سوى في مجموعات الأعداد الصحيحة الطبيعية ولا الصحيحة النسبية اللي غادي نشوفوه من بعد بطبيعة الحال. تعريف عدد صحيح طبيعي زوجي، متى نقول غادي نعرفوا متى نقول بأن عدد صحيح طبيعي زوجي؟ إذا وجد عدد صحيح طبيعي ك، بحيث أ يساوي 2 ك. بمعنى آخر، إذا كان العدد أ كيتكتب 2 مضروبة في شي حاجة، 2 في ك تيعطينا فهو عدد زوجي. وإذا كيتكتب على شكل على عكس فردي، طبيعي فردي عدد صحيح طبيعي. إمتى كنقولوا بأن متى نقول بأن عدد فردي عدد صحيح طبيعي؟ إذا كتب على شكل 2 ك ولكن زائد و واحد. طبيعي الحال نعطيو أمثلة. مثلا صفر، إذا صفر فهو عدد زوجي. لماذا؟ لأن صفر يكتب على شكل 2 مضروبة في عدد. شكون هو ذاك العدد؟ هو صفر نفسه. 2 هل هو عدد زوجي؟ نعم، لأن 2 يكتب على شكل 2 في عدد. شكون هو ذاك العدد؟ هو واحد. هل العدد 6 عدد زوجي؟ نعم، لأن 6 يكتب 2 في 3. 8 نعم كذلك فهو عدد زوجي لأنه يكتب على شكل 2 في 4. وممكن نزيدو 10 12 14، ربما كتعرفوا هاد الأعداد الزوجية هي اللي كيكون عندها رقم الوحدات كيكون يا إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 مثلا. ربما غادي نشوفوا باقي العدد ولا البال، مثلا الى قلنا مثلا 56، 56 فقط كنجيبوا رقم الوعدد. اذا 56 عدد زوجي، 6 عدد زوجي، اذا 56 فهو عدد زوجي. بالنسبه لهذا الاعداد لاحظوا معايا، اذا الاعداد 1 3 5 7 9 فهي اعداد فرديه. لماذا؟ دونك لاحظوا معايا، اولا ما كتقبلش القسمه على اثنان، وراه قلنا فايت قلتها في الاول، هو انه الاعداد الزوجيه فهي تقبل القسمه على اثنان، والاعداد الفرديه لا تقبل القسمه على اثنان. اللي جديد عندنا في هذا الموسم هو انها كنقولوا تكتب على شكل اثنان ك اذا كان زوجي، ويكتب على شكل اثنان ك زائد واحد اذا كان عدد فردي. اذا مثلا واحد، إذا قلنا فردي خاصو يتكتب 2 في عدد زائد واحد. 2 في ماذا؟ 2 في صفر زائد و في صفر زائد واحد. إذا 3، 3 كيف؟ دونك 3 غتكتب ماذا؟ 2 في واحد زائد واحد. بالنسبة لخمسة كيفاش غنكتبوها؟ 2 في كم؟ في 2 زائد واحد. 7 ممكن نكتبوها 2 في 3 زائد واحد. 9 كيف؟ هي 2 في 4 زائد واحد. إذا فقط واحد الإشارة بغيت نشير ليها، فهاد واحد إلا كتلاحظوا هاد واحد اللي كيشوط لينا هنا، راه باقا نشوفو هاد المسألة فيما سيأتي، هاد واحد هو داك الباقي
ملي كنقسموا العدد على اثنان كيشوط لينا واحد الا كان فردي، لان هنا ما كيشوط لنا والو. الا قسمتي صفر على اثنان كيعطيك صفر، الا قسمتي اثنان على اثنان كيعطيك واحد، الا قسمتي ستة على اثنان كيعطيك ثلاثة والباقي صفر. فهم؟ اذا هادو اعداد فردية وهادو اعداد زوجية. اذا القاعدة ديالنا هو ان كل عدد زوجي يكتب اثنان ك، وكل عدد فردي يكتب اثنان ك زائد واحد. ملاحظة مهمة جدا لابد ان ننتبه اليها، وهو ان كل عدد صحيح اما يكون زوجي او فردي. هذه المسألة راه مهمة جدا، وقت ما عندنا شي عدد صحيح طبيعي فإما أن يكون زوجيا أو فرديا. صافي مزيان. الآن غنحاولوا نجاوبوا على هذا الجدول، غنشرح لكم تحاولوا تجاوبوا عليه. هنا الأعداد ها هي أ و بي، ثم الزوجية ديالها. هنا بطبيعة الحال أ و بي غنطلقوا منهم وغادي نحددوا الزوجية ديال أ زائد بي. وأنا ملي كنقولوا زوجية الأعداد ماذا نقصد؟ يعني لان في الاسئله اللي غادي تطرح لكم هي هل العدد او لا ادرس زوجيه الاعداد. ماذا يعني ادرس زوجيه الاعداد؟ يعني هل العدد زوجي ام فردي. اذا هذا هما الاسئله اللي غادي يبداو يطرحوا لكم. اذا غنجيو لهنا مثلا حسب الى تبعنا الملاحظه ولا طبقنا الملاحظه، فاوب عددا صحيحا. اذا هنا بالنسبه للزوجيه ديالهم ولا الفرد الزوجيه، يعني كنقولوا يا اما زوجي او فردي. اذا الحالات الممكنه غيكون عندي يا اما ا مثلا زوجي وبالفرنسيين كنكتبوا بير، ولا فردي كنكتبوا ان بير ام. اذا ا غيكون زوجي او لا فردي. اذا الحالات اللي غيكونوا عندنا، غيكون عندنا مثلا ا زوجي و بي زوجي، ثم كذلك اذا غتسمحوا لي ممكن تاني يكون عندنا بي زوجي ا بير يعني زوجي، وهنا بي ان بير. ثم الحالة الثالثة هو ملي غيكون عندي أ فردي و ب فردي. بمعنى آخر باختصار، يا إما يكون عندنا أ و ب بجوج زوجيان، أو لا واحد زوجي واحد فردي، أو لا فرديان بجوجهم. الآن السؤال اللي مطروح هو ماذا يمكن في حالة أ و ب زوجيان. بير بير بالفرنسية، بير هي زوجي، يعني بير زائد بير زوجي زائد زوجي اش غيعطينا؟ طبيعي الحال حنا غادي نبينو بالقاعده ديالنا، هو القاعده اللي كتقول بان اذا كان ا زوجي غيتكتب اثنان ك، واذا كان العدد ا فردي غيتكتب اثنان ك زائد واحد. اذا في الحاله ديال ا و بي زوجيان كيف سيكون ا زائد بي؟ في حاله ا و بي فرديا زوجيان كذلك كيف يكون أ ناقص ب، وكيف يكون أ في ب. ثم كذلك إذا كان أ زوجي و ب فردي كيف سيكون مجموعهما، كيف يكون فرقهما، كيف يكون جداؤهما. ثم إذا كانوا بجوج فرديان كيف سيكون أ زائد ب، أ ناقص ب، و أ في ب. إذا بعد ما تكونوا يعني فكرتوا مزيان في هذه الأسئلة، إذا غادي نحاول فقط يعني نجاوبوا على مثلا السؤال الأول. إذا مثلا عندي أ، ناخذ الحالة ديال أ بير و بي بير، يعني أ زوجي و بي زوجي. ماذا قلنا عن أ إذا كان أ زوجي؟ إذا كان أ زوجي اش كيعني؟ يعني أن أ يكتب اثنان ك، اثنان ك. واش كيعني بي زوجي؟ إذا كان بي زوجي غيتكتب تا هو اثنان ماشي ك، ك بخيم،
اش كي يعني كابقيم؟ يعني واحد العدد اخر في اثنان، اذا كان عدد زوجي كيتكتب اثنان في عدد، فهم؟ اذا ناخذ ا زائد بي. دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال غنشوفوا ا زائد بي اش غيعطينا. ا زائد بي هو ماذا؟ هو اثنان ك زائد اثنان كابقيم. اذا كتلاحظوا هنا، اذا هنا انا كنوصيكم انكم تراجعوا مزيان الدروس خاصه ديال التعميل والنشر والمتطابقات الى اخره، هنا راه مهم جدا خاصكم تربطوا البال هذا الشيء. اذا اثنان عامل ك زائد كابقيم، وهذا ك زائد كابقيم، اذا اثنان زائد ك، اذا اعيد، إذا إلا خدينا أ زائد بي غادي يعطينا اثنان ك زائد اثنان ك بريم. إذا اثنان ك أولي عندي اثنان ك، اثنان عامل لي ك زائد ك بريم، وك زائد ك بريم فهو واحد العدد صحيح، يعني غادي يعطينا اثنان في ممكن هذا نسميه غرون كا اللي هو واحد العدد. اذا هذه الكتابه اش كتعني؟ هذه الكتابه كتعني بان ا زائد بي فهو عدد صحيح. لماذا؟ لان كيتكتب على شكل اثنان في عدد صحيح، لان صحيح زائد صحيح غيعطيني واحد العدد صحيح. هذا كرا ماشي هو هذا، هذا درت ليه غرون كا صافي، ممكن تسميه ان، ممكن تسميه شي حاجه اخرى، مفهوم؟ اذا هذا بالنسبه للاول. إذن ممكن يعني بنفس الطريقة تعاودوا يعني تشوفوا الأمثلة أو تملأوا الجدول، صافي. إذن هنا أ زائد بي أش لقيناه؟ فهو عدد زوجي، إذن غادي نقولوا سي نومبغ بار، مفهوم؟ إذن هذا اللي بغينا نقولوا هنا في هذا المثال. دونك أ زائد بي فهو زوجي. إذن بالنسبة للتمارين اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها في الحصة المقبلة إن شاء الله هي كالتالي: نعتبر عددًا صحيحًا الطبيعة إكس وإيكغيك، حدد زوجية كل عدد من الأعداد التالية، يعني في كل حالة بالنسبة لأ مثلًا غادي تحددوا تعتبروا إكس عدد صحيح طبيعي، وهذه اثنان إكس زائد 16 غادي تبينوا غادي تحددوا الزوجية ديالها، هل هذا العدد فهو زوجي أم فردي. إذا أعيد، غادي يكون زوجي إلا كيتكتب على شكل اثنان في واحد العدد ك، وغادي يكون فردي إلا كيتكتب اثنان في ك زائد و زائد واحد، اثنان مضروبة في ك زائد واحد، مفهوم؟ إذا غادي تحاولوا تفكروا في هادو، إذا وغادي نجاوبوا عليهم يعني في الفيديو المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.